شوفوا هاد الحادثه اللي وقع ديال هاد الشاحنه اللي تقلبات هنا، السبب ديالها هو البنيه التحتيه ديال هاد باب السال اللي عندنا فيه مشاكل كبيره، ان الارضيه ديال هاد الرونبوان اللي كنشوفوا هنا شويه مايله، ما عندهاش لي نورم ان شاحنه من وزن ثقيل تدوز منها، يعني الشاحنه ملي كتم جايه كتلقى واحد الميوليه هذيك 30 طن اللي مشارجيه اوتوماتيكمون كتكا كتقلب لنا الشاحنات، وزياده على ذلك ان خاص يكون التشوير في الدخله ديال كل رونبوان، خاص يكون التشوير اللي ما كنلقاوش التشوير، خاص يكون التشوير الاول والثاني عاد باش تكون ستوب باش الشاحنه تدخل في الرونبوان، وهي بواحد المسافه قليله اللي ما تقدرش تشكلنا خاطر. وزياده على داك الشيء عارفين بان البور ديال الدار البيضاء الميناء الدولي اللي كيعرف واحد احتقان كبير، خلاو لينا باب واحد اللي هو باب السا، سدوا لنا كاع البيبان، باب ربعه باب خمسه، كيف كتعلموا ان هذا الباب ما يقدرش يخلي واحد اكثر من واحد 6000 شاحنه اللي كتولج للميناء في النهار، ما غاديش الدخول والخروج غادي يلقاو فيه مشاكل، لكن الشاحنات كيمشيو حتى للميموزا وكيلقاو واحد اكتضاض اكثر من 400 500 واقفه في فيروج، وفيروج ما كايناش نص دقيقه كيسد عليهم كيطلق الطوموبيلات، وجاي دابا الصيف كاين الناس على البحر وداك الشيء راه غادي يتمحنوا مواطنين، يعني المنطقه السياحيه اللي كاينه في لاكوت ديال عين السبع راه غادي يكون واحد الاكتضاض للخروج ديال الشاحنات، نورمالمون خاص يكون واحد السوتيرا واحد ولا يديروا لنا البون اللي يدوز الشاحنه، ما خاصهاش توقف، خاصها كيف تخرج خاص تدوز، دابا دايرين لنا المنع في ميموزا، كيوصلوا لميموزا كيبغيو يدوروا على اليمن كيبغيو يمشيو للنيجان كيلقاو المنع باش يتجهوا للمناطق الصناعيه ديال الكوزيمار لو سيور البور سيك، ما كنلقاوش من دوزو، يعني ملي كنمشيو تماك كنلقاو عاوتاني المنع ما كنلقاوش من دوزو، كنضطروا اننا ندوزو في ذاك المنع، كندوزو في الانتيردي باش نجيو للمناطق الصناعيه، اننا ساعه الوالي مشكور قال لنا راه غادي نفتحوا لكم واحد الممرات اللي هي باقا ما خرجت للحي الوجود، قالنا واحد الشهر عاد باش يكبروا التوسعه ديال عكاشه باش نبداو نخرجوا، ولكن راه باقي ما كاين والو، وكنتمناو انهم يحيدوا لنا ذاك المنع باش نقدروا نرجعوا باش ما يكونش واحد الاكتضاض على الممر ديال ميموزا. ماشي اول حادثه، حوادث جيت البور دو بيش، هذيك الرونبوا ديال البور دو بيش كانت حادثه هنا، كانت حتى هي حادثه ماشي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، راه ولينا كنعيشوا مع هذا القرار ديال سعاده الوالي، ولينا كنعيشوا هذه المشاكل. بور دو بيش من غادي يحل راه غنلقاو عباد الله مشاكل مع اصحاب الفريكوات مع اصحاب الكاميوات الصولو اللي كيجيبوا الحوت، راه ما يمكنش ميناء واحد دخل معنا الحوت دخل معنا، لان اصلا هذاك البور دو بيش راه البلاصه ديالو راه ماشي تما يدخل مع الحاويات، كان خاصهم يبعدوا ولا يديروا شي حل ولا يديروا شي توسيعه، يزيدوا لنا طريق باب السا ما يبقاش غير مخرج واحد، يزيدوا لنا طريق اون باراليل اللي تقدر تخرجنا الكاميوات، راه باب واحد راه ما يمكنش، راه حنا كنعانيو، راه المقاولات ديال اللي توصل لها سيدنا الله ينصرو راه ولات كتعاني، راه ولينا كندخلوا للجهنم ملي كنمشيو للميناء ديال الدار البيضاء، من كندخلوا الكاميو كيدخل مع 6 الصباح يخرج حتى الليل، يدخل في الليل يخرج حتى الغد ليه، راه هادشي راه بزاف، راه ولينا كنعانيو.